فمبروك جدا. يمكن الافراح امبارح كمان المغربيه كانت في كل الدول العربيه، مش هنتكلم بس في المغرب، الميديا المصريه الميديا المغربيه نقلت كل الاحتفالات، احتفالات الجماهير هناك. وعايز اقول لحضراتكم الناس في قطر يعني كانت عامله شغل محترم جدا من فكره تشجيع المنتخبات العربيه لبعض اصلا، يعني بجد اعلام المغرب مع مصر مع تونس مع السعوديه اكتر من دوله عربيه، حاجه كانت محترمه وعظيمه الحقيقه. يعني الفوز ده وبعد كمان نتيجه ماتش كرواتيا وكندا، خليني اقول لحضراتكم بقى طبعا اللي انتهى بفوز كرواتيا، وضع المجموعه بقى كالاتي يا كريم. كرواتيا كده 4 نقاط، المغرب 4 نقاط، بلجيكا 4 نقاط، كندا بدون ولا نقطه. كندا بصراحه اللي كانت مفاجاه، كندا صحيح خارج المستوى تماما، انا مش عارفه في ايه بصراحه. بس على كل حال بلغه الارقام كده والحسابات، المغرب يكفيها ان هي تتعادل مع كندا في لقاء الجوله الاخيره، كرواتيا نفس الامر برضو يكفيها ان هي تتعادل مع بلجيكا في حاله فوز طبعا بلجيكا، هتتاهل مع المغرب. يعني ان شاء الله زي ما احنا كده قلنا يكفينا التعادل، وده امر اعتقد ما هوش صعب ابدا، وكده عشان نقدر ان احنا نكون نصعد بقى للدور ثمن النهائي. فبكل التوفيق باذن الله. اللي حصل امبارح طبعا ان كل اهالينا في المغرب ما ناموش من كتر الفرحه، وكل اشكال الاحتفالات اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها كانت موجوده في كافه ارجاء المغرب، وزي ما كنت بقول لكم من شويه وكمان وكتير من شوارع الدول العربيه، من منطلق ان الحدث ده حدث جلل وما بيحصلش كتير. وبطبيعه الحال في احداث معينه بتحصل بتحسسنا بقى بقيم ومفاهيم ومعاني ممكن يكون بنتكلم عنها في المؤتمرات، لكن الاحساس بيها بيتحقق قوي في مناسبات زي كده، حاجه زي العروبه مثلا شفناها قبل كده في ماتش السعوديه والفرحه العربيه العارمه واتكررت مره تانية مع المغرب. في المقابل بقى طبعا يعني طبيعي جدا ان يكون في احتفالات كبيره في المغرب، لكن